احنا معاه اتصال تليفوني، بس قبل ما ناخد اتصال تليفون التاني في هو قال نقطتين زي ما قلتهم كده. الاولى انه خروجها للعمل هو افسد المجتمع كله، واخد فرص من الرجال في انها تشتغل، وبالتالي عمل العنوسه وعمل كتير من الظواهر اللي بدانا نشوفها دلوقتي في المجتمع العربي والاسلامي. النقطه الثانيه اللي قالها ان خروجها للعمل بيكتر عليها المسؤوليات، وبالتالي ما بتعرفش تتفرغ لمسؤوليه تربيه الاولاد، تبقى جايه معباه سواء بالتعب والارهاق النفسي او الجسدي، وبالتالي مش عارفه تركز مع اولادها، فبالتالي بناء على ما سبق ذكره تقعد في البيت. أختي دائما أنا أقول الحكمة ضالة المؤمن. يجب الله سبحانه وتعالى حد لنا الحدود، تمام؟ قد يعطيني الله حقا وأنا أتنازل عنه في ماذا؟ لأجل أن أحقق غاية أفضل منها. الله أعطاني حق الحياة، تمام؟ لكن أنا أذهب للجهاد في سبيل الله لغاية مشروعة. ما هي هذه الغاية المشروعة؟ رفع الظلم، إنجاد الناس إلى آخره. قد أعمل في مكان الذي يذهب إلى المناجم ويعمل هناك، صحيح؟ قد ينهار هذا المنجم ويموت، فهل لا يجوز له أن يعمل هناك؟ خروج المرأة ليس هو السبب في العنوسة، ليس هو السبب في عدم وجود الرجال العمل، لا. أن نضع كل الحق على خروج المرأة هذا ظلم، ظلم منطقي، ظلم عقلي، ظلم اجتماعي. نعم هناك أولويات للمرأة. أنا الآن كامرأة عندما أقبل أن أتزوج، ما معنى هذا الكلام؟ أنا قبلت أن أشاطر عمري، مشاعري، مسؤولياتي لهذا الإنسان، صحيح؟ فعندما أدخل في شراكة أو أدخل في مؤسسة، تكون هذه المؤسسة وهذه الشراكة أولوياتها هي الأولويات. أنا الآن كأم أعيش في استقرار مع زوجي، لا أحتاج إلى المال، هو يخدمني، يعطيني، يساعدني، لا يمنع عني أي شيء. أكيد ستكون المرأة من أسعد ساعاتها وهي تربي أولادها وتنظم أمور بيتها. لكن أنا امرأة أحتاج للعمل لأجل أن أشتري الحليب لابني، لأن زوجي يعمل ويدفع إيجار البيت وأنا أعمل لنأكل. أقول للمرأة اجلسي في البيت؟ يعني كل حالة تقدر بقدرها. نعم تمام. كل مسألة الفتوى أخرى. الفتوى الفتوى على يعني على مقدارها بالضبط. نعم. كل حالة بتكون لوحدها طبعا، لكل حالة حكم خاص.